لم تشفع كثرة النشاطات والمهرجانات السياحية داخل المملكة، والتي لم يكن آخرها مهرجان الرياض للتسوق والترفيه 2010 الذي افتتح مساء الأربعاء الماضي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في حفل يقام أو أقيم بمركز الفيصلية التجاري. ولم يشفع هذا المهرجان وكثير من المهرجانات في ثني كثير من السعوديين عن حزم حقائبهم هربا من حرارة الجو وبحثا عن الأجواء المعتدلة والمناظر الساحرة. ويبدو أن السياحة في أوروبا باتت أمرا جاذبا وغير مكلف بعد هبوط سعر صرف اليورو نتيجة للأزمة المالية الأوروبية، مما خلق وجهات سفر جديدة وغير معتادة بالنسبة للعائلات متوسطة الدخل تحديدا. مشاهدينا، في البداية خلينا نشوف افتتاح مهرجان الرياض للتسوق والترفيه في تقرير للزميلة نوف خالد، ثم نعود للنقاش والمناقشة. موسم العطلات جددت العاصمة الرياض مساء الأربعاء الماضي موعدها السنوي مع مهرجان التسوق والترفيه الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مركز الفيصلية التجاري، وذلك وسط حضور كبير لمختلف الفعاليات التي تنظمها العديد من المجمعات التجارية المشاركة والمشهورة عربيا وخليجيا. توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز بأن تكون الرياض مدينة سياحية، مدينة جاذبة، هذه المناسبة تؤكد فعلا أن ما قيل تحقق فعلا. والله إن شاء الله المهرجان السنة هذه هو المشاركة فيه لأكثر من 20 مركز تسويقي ومدن ترفيهية ومنتزهات، فلذلك إن شاء الله راح يكون فيه أكثر من 3 فعالية مختلفة إن شاء الله راح تكون موجهة لجميع أفراد الأسرة، وكذلك عندنا برامج للشباب، وإن شاء الله يكون السنة هذه إن شاء الله مهرجان متميز إن شاء الله. يهدف المهرجان الذي يستمر لمدة شهر إلى تنشيط الحركة التجارية في مدينة الرياض خلال فصل الصيف وتحقيق المتعة والفائدة لكافة شرائح مجتمع العاصمة من مواطنين ومقيمين وزائرين، واستقطاب كل أفراد الأسرة خصوصا الشباب لتنشيط الحركة السياحية والتجارية، ودعم وتعزيز منشآت القطاع الخاص باعتبارها منشآت وطنية وجزء من الاقتصاد الوطني. أطمح أن يكون فيها أكثر استغلال المجمعات الكبيرة زي المجمع السواق الفيصلية والمملكة والمجمعات المولات، استقطبون أكثر الزوار وكذا يعني. أكيد هذه بتنمي الحركة التسويقية في البلد، بشجع الإشهادة كثير. بعد 5 دورات ناجحة يدرك المتابع لمهرجان الرياض للتسوق والترفيه حجم التطور النوعي الذي تشهده فعالياته عام بعد عام، فهو لم يقتصر على الجانب التجاري فقط بل امتد إلى تقديم فعاليات ثقافية وشعبية متنوعة وتوفير عدد من فرص العمل للشباب. لبرنامج يا هلا، نوف خالد، الرياض. شكرا للزميلة نوف خالد على هذا التقرير. وللتعليق على هذا الموضوع معنا من استوديوهاتنا في الرياض الدكتور ناصر عقيل الطيار، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر. مرحبا فيك دكتور في برنامج يا هلا. مرحبا فيكم وفي المشاهدين. أهلا فيك دكتور. دكتور، بصفتك من أكبر وكلاء السفر طبعا والسياحة في الخليج، ما هو تقييمك لموسم السفر إلى خارج في هذا العام تحديدا؟ بالحقيقة هذا العام هو عام يختلف عن الأعوام السابقة. هذا العام الحمد لله خالي من جميع عوائق، سواء أزمات مالية أو أزمات صحية، كذلك هناك انخفاض في العملات. نعم. فهذا الموسم إن شاء الله هو موسم حيكون أكثر من المواسم السابقة، وخصوصا أن هناك كذلك تخفيف الإجراءات على المواطن السعودي عند طلب التأشيرات. فجميع المقاعد الطائرات المغادرة من مطارات المملكة ومطارات الخليج هي الآن مقفلة تماما، وهذا يدل على أن هذا الموسم موسم أفضل من المواسم السابقة، وكذلك الأجواء التي تعيشها المنطقة ساعدت كثير على حزم الحقائب وعلى كثرة المسافرين لهذا العام. يعني دكتور عم بتشوف بس هاي المعطيات اللي هي ساعدت في زيادة موسم السفر إلى الخارج هي معطيات عالمية أم محلية في الأغلب؟
هي بالحقيقة مشتركة بين معطيات عالمية اللي هي انخفاض العملة وإلى تخفيض الإجراءات التأشيرات للمواطنين السعوديين، وإلى كذلك تخفيض أسعار التذاكر. أصبح هناك ليس هناك ارتفاع في أسعار البترول زي ما كان في السابق، كان هناك يدفع المسافر مبالغ مضاعفة مقابل ارتفاع أسعار البترول، كذلك ليس هناك ضرائب على التأمين كما كان في السابق، فهذا بالخارج. أما في الداخل فأنا وجهة نظري الخاصة أن لا بديل يوجد للمسافرين في الداخل حتى يستطيعوا أن يبقوا في الداخل، فكل واحد لديه القدرة لديه الإمكانية على السفر سوف يسافر، لأن السفر أصبح جزء من حياة الإنسان لا يستطيع أن يستغني عنها. نعم، يعني مثل ما قلت دكتور يمكن صار جزء من جدول وحياة الإنسان في المملكة. دكتور طبعا هناك مهرجانات سياحية وترفيهية في أغلب المناطق، كما أنه هناك وجهات داخلية للأجواء الباردة والمعتدلة، يعني برأيك يعني هل تساهم هذه المهرجانات في إبقاء عدد كبير من السياح داخل المملكة أم أنها تفتقد لمقومات الجذب والدعاية مثلا؟ المهرجانات التي تقام في المملكة ليست مهرجانات سياحية بالمعنى السياحي، هي كما ذكرت في تقريركم هي للأسف الشديد مهرجانات لتسويق للتجار في المملكة العربية السعودية. إذا شاهدنا التقرير الذي عرضتموه هو تم في مركز تجاري، فمعناته أن هي دعاية وتسويق للمنتجات المراكز التجارية، لأن بالفترة الصيف تعيش المراكز التجارية وتعيش الأسواق كساد بسبب عدم توفر متسوقين. فأنا لست مع من يقول أن هذه المهرجانات هي مهرجانات جذب سياحي، لا ليست مهرجانات جذب سياحي، ولا توجد في المملكة العربية السعودية أي مقومات للجذب السياحي. ولا مهرجان دكتور؟ مهرجان جدة غير مهرجان أبها؟ ولا مهرجان، المهرجان يبغى له مقومات أختي. مثل ماذا؟ العزيزة المهرجان يبغى له مقومات، يبغى لها جهد، يبغى لها مشاركة من جميع عناصر الذا. الآن ليس هناك مثلا مقاعد على شركات الطيران في الداخل، لا يقدمون الفنادق والشقق الفندقية تخفيضات، لا تقدم الأسواق والمطاعم والمقدمين الخدمة تخفيضات، فكيف نسميه مهرجان سياحي؟ ليست هناك عروض أو مسرحيات أو فعاليات مع هذا المهرجان، فكيف نسميه؟ هي تجمع في أسواق وكل بها هدفها هو جذب التسوق فقط ولا غير. نعم، يعني أكيد هذا شيء لا ينقص من الجهود التي تقوم بها الدولة في عمل بعض المهرجانات، أو أيضا سواء كانت على صعيد المحافظة أو المدينة أو حتى في مراكز تجارية لجذب والترفيه عن السكان. ولكن نحكي عن الوجهات السياحية الجاذبة للسعوديين هذا العام في الخارج، يعني ما هي هذه الوجهات؟ هل هناك وجهات جديدة غير معتادة؟ نعم، هذا العام حصلت هناك أمريكا بدأت ترجع إلى مكانتها السابقة. نعم. بعد أحداث سبتمبر المشؤومة بدأت الآن تزداد الأعداد المسافرين لها، بدأت الآن أستراليا تأخذ جزء من السياحة رغم أن لم يكن هناك إقبال بالصورة المطلوبة. هذه يمكن نقول الدولتين اللي طلعت على الخريطة، وخصوصا أن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين في ابتعاث الطلبة في برنامج خادم الحرمين الشريفين كان له الأثر الكبير في جذب الأسر السعودية لزيارة أبنائهم في هذه الدول، وخاصة أن أبنائهم يعرفون هذه المناطق ويعرفون الأماكن ويوفرون كثيرا لأسرهم من مصاريف التي أحيانا تصرف في مجالات غالية جدا فيساعدونهم. فالآن أصبح هذه الطلبة هم محل جذب لعوائل السعودية لزيارتهم وزيارة المناطق التي يعيشون فيها. نعم.